القرآن الكريم والمكرمة التي تفضل بها ربنا على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة القرآن. القرآن يسره الله سبحانه وتعالى لكل مخلوق ممن شهد شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينال من تيسير الله تبارك وتعالى له، فيكون عدة له في حياته لا يقل ولا يمل من ترداده، يتجمل به في كل محاضر وفي خلواته إذا خلا بنفسه، ويجد أنسا عظيمة بهذا القرآن الكريم. ومن المعلوم أن ولو وضعنا حجرا في مكان وطلبنا من الناس أن يمسحوا أو يلمسوا لا ذاب هذا الحجر من كثرة ترداد الناس عليه، وهو جامد وقاسي. والله سبحانه وتعالى جعل بقاء القرآن وحفظ القرآن هو في صدور أمة محمد، وأنه يتساوى فيه الناس في كل مستويات حياتهم، إن كانوا علماء أو كانوا من العامة أو كانوا من أهل التخصصات العلمية أو التجارية أو غير ذلك، فهم يتساوون في هذا ويحفظون القرآن جميعا، أعجمي وعربي، صغير وكبير، رجل وأنثى، لا فرق، الكل منهم تيسر له القرآن وحفظه وحافظ عليه، فلا يتسلل إليهم تحريف ولا يضلون فيه أبدا. لكن جعل الله سبحانه وتعالى الفروق التي أوحى بها إلى أمة محمد أن يتدبروا هذا القرآن، وأن يجعلوا التدبر هي مهنة لكل حافظ وقارئ منهم. لابد من هذا التدبر الذي يفضي بنا إلى سيرة التي تشبع النفوس بمعانيها الجميلة ورقة ألفاظها ومقاصدها الشريفة العالية. فنحن نسعى في أول الأمر أن يحفظ كل إنسان منا القرآن الكريم لنكون أمة القرآن، ثم نطيع الله سبحانه وتعالى لما قال لنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فلا بد أن نتدبر هذه، لأن عاقبة أمرنا كما أوحى إلينا ربنا سبحانه وتعالى أن نتدبر هذا القرآن، والتدبر سيجعلنا أمة تخوض بحور الذكاء والفطنة لنفهم المقاصد التي جاءت في النذر أو في البشائر التي يحملها القرآن الكريم لنا، ولنفهم دقائق الأمور حتى نفهم معاني القرآن الكريم على حقيقته. حتى لا أطيل عليكم بهذا الكلام، سأقول لكم حدثا مرة من المرات حدث لي شخصيا. كنت أقرأ في سورة الأعراف
بآيتين وإذ نتقنا الجبل فوقه كأنه ظلة وظنوا أنه واقع أسير السيارة وتعجبت من أنه واقع بهم وليس واقعا عليهم قلت إن الجبل فوقهم سيقع عليه وليس المكان أو الضغم يسمح به واقع به وطلعت طول الطريق وأنا مسافر أتخيل ماذا كيف يكون واقع به ووصلت إلى المقصد الذي كنت فوجدت أحد طلبة العلم الكرام الذين أظن بهم خيرا وهو ما شاء الله حافظ لكتاب الله ومعلم كبير في إحدى الجامعات فلما التقيت به قلت هذه الفرصة أطرح عليه هذا السؤال وسأشفي غليلي بما يقوله لي وقلت له يا مولانا لو تكرمت أنه واقع بهم وليس واقعا عليهم. فقال لي لو سمحت لا تشغلني أنا يكفيني همي. قلت خيرا إن شاء الله. ماذا همك؟ قال أنا أقرأ في قول الله تعالى في قصة بدر. يعني في سورة آل عمران. نعم في سورة آل لقد نصركم الله ببدر وليس في بدر والمفروض أنها في بدر وأنا لا أعلم لا أدري كيف من في فيكفيني همي أنا عندي من الإشكاليات ما يكفيني لست متفرغا لإشكالياتك المهم أننا انصرفت من ذلك الحفل الذي وجدت فيه الشيخ كما يقول الحريري بوجوه باسرة وصفقة خاصة لم أجد عند صاحبي شيء يعني يوصلني أو فسافرت وأنا في طريق العودة لا أدري حملت همين هما قصة في بدر التي كانت مفاجأة لي أن ما انتبهت لها من قبل لقد نصركم الله وقد نصركم الله في بدر وزادني بعد حملي أنا عن هذه القصة التي في الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع ذلك الليل قلت يا رب أنا وحدي في السيارة أسوأ قلت يا رب فرجها من عندك فأنا مشكلتي ما انحلت وأضفت إليها مشكلة فضيلة الشيخ الذي وجدته وقال لي اذهب أنت ومشاكل وسبحان الله ما ختمت كلامي وتوجهي حتى فهمت القصة التي في بدر ولقد نصركم الله في بدر الواجهة الرئيسية التي مثل الشاشة التي عرضت عليها القصة كان هناك ناس انتصروا وهناك أناس هزموا فكان لابد من كلمة نصر لأنها هي الواجهة التي كتبت في قصة بدر ولكن القصة قصة بدر هذه تضمنت معنى العزة العزة لأن الإسلام ظهر في ذلك في تلك القصة وأصبح شيئا تهابه الملوك والأمم أصبحت
للإسلام دولة، أصبح له عزة، لم يعد ضعيفا يقاوم ضعفا ويقاوم أعداءه، لا أصبح عزيزا. انهزمت الفرقة التي جاءت لعدد كبير من الناس وعدد كثيرة، بينما هؤلاء خرجوا من المدينة ليس معهم إلا فرس واحد والباقي كلهم رجالة على الرجل، وليس معهم أسلحة لأنهم ذهبوا ليأخذوا العير. أرجو أن لا أكون أطلت عليكم، سامحوني، وإذا أشرتم إلي بالسكوت أسكت. أستمر؟ استمر. طيب، فالعزة هي التي عقب النصر هذا الذي حصل بدأت العزة وامتدت هذه العزة، فهي العزة التي تتعدى بالباب. وفي الآثار اللهم أعز الإسلام، فالعزة هي التي تعدت بالباب، وتضمن فعل نصر معنى العزة، فتعدى بما تتعدى به العزة، فأصبحت نصركم الله ببدر، أي أعزكم الله ببدر. انتهينا من هذه القصة، وفهمت هذا لأخبر صاحبنا الرجل الكريم الطيب الذي صرفني خاويا الوفاق أن المشكلة حلت في مسألة بدر، لكن بقيت قصة الأعراف، وأنا أتوسل إلى الله: يا ربي يا ربي يا كريم يا كريم يا كريم. ثم فتح الله سبحانه وتعالى، فوجدت أن هذا الجبل الذي فوق الجماعة الذين كذبوا وهددهم بأنهم إما أن يؤمنوا وإما أن يسقط الجبل عليهم. ماذا يحصل لو سقط الجبل؟ سيحصل إذا سقط الجبل بثقله الكبير هذا سيصبح خسف، وهؤلاء الذين يخسفون تحت في أقصى الأرض لن يصل إليهم لا جن ولا إنس. ولذلك تعدى الوقوع بما يتعدى به الخسف، لأنه هو النتيجة الحسمية. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، فالخسف هو الذي يتعدى بها، أما الوقوع فيتعدى بعلى وقع عليه. إذن فكلمة واقع هنا تعدت بما يتعدى يخسف بهم، فينزلون إلى مكان لا يصل إليه ولا يراه أحد. هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتدبر معاني القرآن حتى نظفر بهذا الفيض الكريم من المعاني الجميلة التي يحملها لنا، ولا يكلفنا شيئا كثيرا، يكلفنا فقط أن نعمل بمحبة في هذا القرآن الذي جعله الله سبحانه وتعالى هو الموروث الذي ترثه أمة الإسلام بسهولة وبمقاصد طيبة حسنة، فيرفع الله سبحانه وتعالى بها أجرهم ويثبتهم عليه وعلى منهجه. فحينما يجدون هذه الجماليات التي جعلها الله سبحانه وتعالى منحة لهم تدبر، سيزدادون فقها ومعرفة وحبا وتملكا لمعاني الآيات التي موجودة بها.